مرة أنا ووالدي سعد راكبين سيارتي رايحين في شارع من شوارع الرياض الكبيرة. فسير كذا طلعت سيارة لمحت سيارة وشفت شعار جامعة البترول في الرياض. والحق السيارة وحدهم على جنب أضرب لهم بواري لين وقفوا. وشفت شعار جامعة البترول. فالحنين رجع. فوقفتهم قلت تفضلوا معي تعشوا. طالع واحد فتح الشباك قال عبيد العبدلي. قلت نعم عبيد العبدلي. نشكر راعي الحلقة أولابز على رعايتهم للحلقة. إيش ما كان ذوقك بالقهوة بتلقى اللي يعجبك في أولابز. الشكر موصول إلى مستضيف اللقاء مركز الكفاءة. المركز يوفر مساحات مكتبية مشتركة وفردية حديثة ومجهزة بالكامل وتناسب جميع الأعمال والمجالات والمهن. نترككم مع الحلقة، مشاهدة ممتعة. حياك الله دكتور عبيد. هلا حبيبنا السيف، شاكر ومقدر هالدعوة الكريمة ورجوعي للخبر. حياك الله وياك الحارمة الحلوة. وقربي من جامعة البترول يعطيني حافز كبير جدا للتحدث اليوم معكم. سعيدين جدا، سعيدين جدا بوجودك دكتور عبيد، ومتحمسين صراحة نطلع بحلقة إن شاء الله مثرية وممتعة للمستمع والمشاهد ولنا جميعا بإذن الله. طيب دكتور عبيد، اليوم عندنا محورين أساسية. المحور الأول راح يكون شخصي، والمحور الثاني راح نتكلم فيه عن التسويق. فأنا ودي نبدأ نتدرج في اللقاء ونبدأ من مرحلتك الجامعية. نبغاك توصف لنا مرحلة الجامعة بالنسبة لك كيف كانت؟ مرحلة الجامعة سيف أيامنا، نتكلم على بداية الثمانينيات، ما كان عندنا اطلاع كبير جدا ولا عندنا ناس ينصحونا إيش التخصصات الصح وإيش الجامعات الصح وش قدراتي أنا وش ميولي أنا، ما كانت عندنا. فكنا نتبع بسياسة من كان قبلنا أنه راح للجامعة الفلانية وأنه مبسوط فيها نبدأ نمشي. فكانت تجربتي حقيقة لو عاد بي الأمر لتغيرت أشياء كثيرة في حياتي. فقبلت في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. ما كان عندي حقيقة إيش أبغى تخصص، أو ناعمي في تخصص الاقتصاد والإدارة، رحت خلفهم في الاقتصاد والإدارة في التسويق. فما كانت التجربة. اليوم أنصح كل طالب ثانوية من أولى ثانوي يبدأ يبحث عن ميوله ورغباته. اليوم المعلومات متاحة جدا. اليوم صحيح. يمكن كان ينقصنا إحنا في زماننا والزمن حتى اللي بعدنا ما في توجيه. اليوم التوجيه موجود. صحيح. اليوم الجامعات، اليوم عندنا فرصة كبيرة لشبابنا وشاباتنا للاطلاع على أفضل الجامعات في العالم وليس فقط في السعودية. والمقارنة بين الجامعات اليوم ما كنا نظر يعني كنا نظر مشاوير ونبعد عن أهلنا كثير لأن ما كان فيه خيارات. اليوم الشاب والشاب اللي بيبحث عن خيارات هو يمكن يطلع من مدينة لمدينة أخرى أو من دولة لدولة أخرى. فنصيحتي لكل الطلاب والطالبات من الثانوية، فكر في التخصص اللي متوافق مع ميولك ورغباتك واتجاهاتك، وابحث على الجامعة التي تحقق هذه الرغبات والميول والطموحات. اليوم نساعد احنا كبار السن او المتخصصين، لما يأتيني رسالة من شاب او شاب سواء عن طريق سناب شات ولا عن طريق تويتر ولا تيك توك يقول أنا أبغى تخصص الفلاني أعطني معلومات. اليوم المعلومات متاحة، اليوم وسيلة الاتصال والوصول أسهل وأكثر. صحيح نعم. فمرحلة الجامعية طبعا فيها أشياء كبيرة يا سيف ندمان عليها. ما كان عندي مشاركة في الأندية الطلابية، ودائما أنصح طلابنا وطالباتنا اليوم في كل جامعة من جامعاتنا في أندية طلابية، في مجتمعات داخل الجامعات تساعد سواء في الصناعة سواء في الإدارة سواء في التسويق سواء في الفنون سواء في المسرح. ابحثوا عن هذه الأندية وكونوا أعضاء في الأندية، وإذا استطعتوا أن تصبحوا قادة في هذه الأندية، لأن شهادة التطوع والعمل خارج أوقات الدراسة هي شهادة بحد ذاتها. اليوم أنا في قطاع كبير في شركات، عضو مجالس إدارة شركات ومسؤول عن لجان في الترشيحات، وده
نبحث عن الطلاب والطالبات الخريجين ليس لمعدلاتهم، المعدل معيار بسيط. أنا أبحث قبل ما أبحث في المعدل، أبحث عن العمل اللي قام فيه الطالب خلال دراسته في الجامعة، هل شارك في أندية طلابية، هل شارك في حفلات عفوا فعاليات، هل كان يعني جزء من مجتمعه، هل سوى شهادات تدريب وشغلات ذي. هذه عندي قيمتها أنا عبيد العبد أفضل من المعدل. أنا أقول لكل طالب هم مهمة، جيب 2 من 4 والأبواب مفتوحة بشرط يكون عندك سيرة ذاتية جيدة. ابن سيرتك الذاتية من خلال عملك التطوعي، من خلال الأندية الطلابية، هذه بتفرق معك كثير. فاللي ما جاب 4 من 4 ولا 3 من 4 لا يحسن كثير، بس يعوض النقص هذا من خلال الأنشطة الطلابية داخل الجامعة أو داخل أسوار الجامعة أو خارج أسوار الجامعة. جميل جميل. طيب خلينا نتكلم عن اختيار التخصص بما أننا طرحنا الموضوع هذا. دكتور عبيد، دخلت قسم التسويق بميول ولا انتهى بك المطاف في لا في تخصص التسويق؟ اختيار قسم التسويق بالنسبة لي أنا كان يعني من ضمن الخيارات المتاحة داخل الكلية، بس ما كنت على اطلاع كبير جدا فيه. قادني القدر لهذا التخصص من خلال دكاترة فاضل، من خلال زملاء فاضل، والحمد لله يعني لم أندم على هذا التخصص. ولكن أقول اليوم كيف تختار تخصصك، يعني اليوم عندنا تخصصات من الطب إلى الهندسة، إلى الهندسة بكل فروعها، إلى الأداب، إلى علم النفس، إلى التسويق، إلى إدارة الأعمال، إلى المحاسبة. هل أنا صح لهذا التخصص أو لا؟ اليوم سوق العمل مفتوح يا سيف، اليوم سوق العمل بيعطيك مؤشرات على الناس اللي ممكن يكونوا بارزين في المالية، ممكن بارزين في الهندسة. هل أنا من الناس اللي لازم أحلل شخصيتي أنا؟ هل أنا من الناس اللي أحب العمل بالأشياء أو العمل مع الناس؟ بتفرق. اليوم عمل أشياء ممكن هندسة يكون يعني جزء كبير منك، تعمل مع آلات ومعدات وآبار بترول ونفط، أو مع الناس. زي اليوم أنا في علم التسويق لازم أحتاج أجلس مع الناس، في علم النفس لازم أجلس مع الناس، علم الاجتماع. فاليوم اختيار التخصص يجب على كل طالب قبل، أنا أقول دائما أولى ثانوي حتى يمكن قبل، هي مفترق طرق للطالب يعرف ميوله. لا تسمع لمن يقول مثلا التخصص الفلاني ممتاز، قد يكون ممتاز له هو وليس لي أنا، لأن أنا قدراتي ليست رياضية، قدراتي ليست هندسية. صحيح. قدراتي ليست تحليلية، أنا قدراتي كذا. فمعرفة قوتك أنت كشخص وين تبرز فيه ممكن يختار التخصص. وأقول أعرف أنا كثير من الطلاب، أنا عاشرت الطلاب كثير في 5 جامعات تخصصوا هندسة، أنت بهم المطاف إلى تسويق، اشتغلوا تسويق. أطب انتهى بالنقاب في صناعة القهوة. فالتخصص إذا أنك ردت مثلا في تخصص معين وجدت نفسك كمل في تخصصك، ولكن العمل اتبع شغفك، وين الشغف يوديك فاتبعه. فأعتقد اليوم المجال واسع جدا، اليوم ما عاد عندنا من زي أول. إذا تخصصك هندسة لازم تصير مهندس، أو طبيب لازم تصير طبيب، تخرج هندسة وراح اشتغل في أي مكان تبغى، أتبع شغفك. اليوم السوق مفتوح، اليوم أنتم يا سيف زملائك تعيشوا أحلى فترات العمر. اليوم عندكم المجال مفتوح، اليوم رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية فتحت مجالات كبيرة جدا داخليا وخارجيا. اليوم أنتم ستكونوا مؤهلين مو بس لسوق العمل السعودي، لسوق العمل من خلال يعني رؤية ولي العهد الله يحفظه، أنه تمكين الشباب والشابات السعودية من خلال برنامج القدرات البشرية حتى تطلع. فلا تندم على تخصص اخترته، حاولت أنك تكمله، بس في النهاية لما تأخذ الشهادة اتبع شغفك، وين يوديك شغفك روح معه. الشغف أولا، لا تقول أمي وأبوي يبون كذا يبون طبيب، هذه إن شاء الله أنها زالت أو في طريقها إلى الزوال. اليوم الأباء والأمهات يبغون لأولادهم استقرار مادي ووظيفي، فإن شاء الله أنه يعني التخصص اللي أو شغف اللي عند أي طالب طالبة سيحقق له ذلك. جميل جميل جدا. طيب خلينا نتكلم عن الابتعاث، بما أننا نتكلم عن الجامعة والأمور الدراسية في الجامعة. خرجت للابتعاث دكتور عبيد في سنة 86 خرجت لبريطانيا وعشت تجربة الابتعاث. كيف كانت تجربة الابتعاث؟ إيش إيجابيات وسلبيات الابتعاث؟
أجمل مشروع في المملكة العربية السعودية من المشاريع الكثيرة الموجودة فيها هو برنامج الابتعاث. الله يطلعك من عالم إلى عالم. يمكن أيامكم هذه ما حتكون عندكم الصدمات كما كانت عندنا. طبعا طالب خريج جامعة الملك عبد العزيز يمكن حدودي كانت الجدة ومكة والطائف وتربة ابن قرية يخرج إلى بريطانيا في 86، ما كان في وسائل تواصل اجتماعي، ما كان في شيء. أعتقد كانت تجربة جدا ثمينة، غيرت في شخصيتي، في قناعاتي، في زادت من محبتي الوطني أكثر مما كنت أنا في السعودية. لما تشوف وطنك كيف يصرف عليك أموال ويهتم فيك من خلال الملحقية الثقافية، من خلال السفارة، كيف أنك أنت سفير لبلدك في مئات الطلاب في الجامعة. أعتقد هذه تجربة، فاليوم عشان تستمر هذه التجربة أعتقد الابتعاث فادنا اليوم أغلب المسؤولين في السعودية. هم خريجين جامعات سعودية صحيح. بس تلقوا تعليمهم في أحلى جامعات في العالم. اليوم لما الشاب أو الشابة يبتعث أنا أعتقد هي فرصة استثمارية كبيرة جدا. أنت تستثمر في التعليم، تستثمر في نفسك. في 86 كانت يعني مرحلة مفصلية في حياتي، اليوم بتذكرها كل تفاصيلها. اليوم أنت تسألني وكأنني دوبري هبطت في أرض هيثرو، في مطار هيثرو ايربورت، وراكب السيارة السوداء وتوجه إلى ويلز في هالجو الجميل، في هالغيم الجميل، في هالخضرة. هذه واحدة. ولكن العلم اللي بتحصره، هذا زميلك إيطالي، هذا زميلك أسباني، هذا زميلك من البحرين، هذا زميلك من مصر. أعتقد أن أفضل مشاريع الدولة هي الابتعاث. أتمنى لكل طالب أو طالبة تتسنى لهم الفرصة للابتعاث أن لا يتردد لحظة، والآباء والأمهات يحاولوا يشجعوا أولادهم وبناتهم للابتعاث. الابتعاث ليس فقط شهادة. اليوم التعليم عندنا العالي في السعودية رائع جدا، تستطيع أن تأخذ أفضل شهادة من أفضل جامعة السعودية، ولكن الخروج ليس شهادة، هو ثقافة، هو محصلة تجارب، هو التقاء وتلاقى أفكار ثقافات. فأعتقد أنت جيت على نقطة بالنسبة لي أنا عاطفية جدا، اللي هو برنامج الابتعاث. بلا شك يعني نقدر نقول أن الابتعاث ما هو تجربة أكاديمية بقدر ما يكون تجربة اجتماعية أكبر وأوسع. أن تكون تجربة أكاديمية، أكاديمية أقدر أخذ الآن أونلاين في أفضل الجامعات. صحيح. وجودك في أرض الابتعاث أو بلد الابتعاث يحملك مسؤولية يا سيف. اليوم أنت ما أنت بسيف اللي في السعودية، لما تخرج خارج أبواب مطارات السعودية أنت سفير المملكة العربية السعودية. صحيح. واجب عليك أعطاء صورة ذهنية رائعة للسعودية. واجب عليك أنك تستثمر كل دقيقة في بلد الابتعاث، وترجع وأنت محمل بعلم وبثقافة وبمرونة وبعقلية مختلفة. طيب بعد ما خلصت من عملية الابتعاث دكتور عبيد، توجهت إلى التدريس الجامعي. ليش توجهت إلى التدريس الجامعي؟ وإيش أبرز الأسباب اللي خلتك تسلك هذا المجال؟ والله أنت سألت سؤال عظيم. طبعاً أنا لما أخذت الماجستير كان الماجستير بالنسبة لي حلم، وهو أفضل شهادة ممكن ترجع وتعمل في القطاع الخاص. جميل. فعملت في القطاع الخاص يمكن سنتين في تهامة وبعض في جامعة، يعني في جامعة أم القرى. ولكن سبحان الله طبعا ذهبت للتعليم او الدكتوراه بدون تخطيط. يعني كنت انا ناوي اكمل خلاص عملي في القطاع الخاص، وجت حرب الكويت 91 وجاء بعض الظروف العائليه، فوجدت اني الفرصه سانحه اني اكمل ماجستير دكتوراه. الدكتوراه نعم. حلم ما كان قوي، بس سبحان الله في ذاك الفترة زاد تيسر يعني. الحماس وتيسر. وقبلت في أفضل جامعة في السعودية، جامعة البترول محاضر. الله، تصريح مثير جدل هذا. مثير للجدل. لا ممكن تثبت عمليا ونظريا وعاطفيا طبعا.
في طبعا جميل. اليوم في جامعات سعوديه رائعه جدا لا نقلل من اهميتها، ولكن بحكم كوني استاذ في جامعه البترول ومحب وعاشق جامعه البترول اقول انه جامعه البترول من افضل الجامعات، وهناك من الجامعات السعوديه الرائعه. صحيح. ولكن فلما جاني في جامعه البترول يعني خير على خير اكمل دكتوراه استاذ في جامعه البترول، فقررت ان اروح جامعه البترول وافتتحت ورعت التدريس ودرست 10 سنوات في الجامعة. والله كل يوم كل يوم تدريس عندي من أروع الأيام للشباب، لسبب بسيط جدا أني كنت كل يوم بقابل شباب رائع. اليوم أيامنا ما كان فيه بنات في الجامعة، كل يوم بقابل شباب رائعين. هؤلاء الشباب بيعطوني طاقة، بيعطوني إيجابية، بيعطوني حماس، بيعطوني تحفيز. جميل. فكنت أذهب كل صباح الساعة 6 الصباح وأنا في مكتبي بشغف. ليش يا سيف؟ لأن هؤلاء الطلاب كنت أنظر لهم وما زلت أنظر لهم، إن هؤلاء الطلاب هم طلاب اليوم على كرسي الدراسة، بكرة هم زملائك في العمل، هم زملاء، هم رؤسائك. نعم. هم وزرائك. فكنت أنظر للطلاب كاستثمار طويل المدى. الحمد لله ما خاب ظني. اليوم شفني تارك الشرقية من 2006، 14 سنة يمكن لي. البارح في مقهى هنا في الخبر لقيت أكثر من شاب يعرفوني وأنا أستاذ في الجامعة. فالجامعة في التدريس أفضل رسالة، أفضل رسالة. اليوم أنا من 2006 وأنا شغال في القطاع الخاص. أعتقد التدريس كان من أجمل الأشياء اللي سويتها في حياتي. جميل جدا. طيب المرحلة ما بعد التدريس، عينت وكيل لشؤون الطلاب في جامعة الملك فهد وسرور معادن. صحيح. كنت يهتضر. ودنا نعرف بس عن المواقف اللي صادفتها في كونك وكيل لشؤون الطلاب. كنت أبحث وبكل ما أوتيت من قوة أن يكون لي دور في خدمة الطلاب في جامعة البترول. أي. وكنت حاط عيني أني أكون عميد شؤون الطلاب أو أكون وكيل شؤون الطلاب. جميل. يعني استهدفت المنصب هذا. حطيته في عيوني، كنت أنا أبغى أكون يا عميد شؤون الطلاب يا أكون وكيل شؤون الطلاب. جميل. مدير الجامعة في ذاك الفترة ما كان يحبني. ما عليك، قصة طويلة كررتها كثير. الله يجزاه خير، حب الرجل هذاك حب كثير. ما كان يحبني ليس الشخصي. يعني ما يمكن ما كان مقتنع فيني يا عبيد العبد، ما أدري. صحيح ممكن. المهم قصة طويلة ما أبغى أذكرها. بعد ذلك حبني وكلم مدير مكتبه وقال له كلم عبيد العبدلي ترى ممكن نعينه في شؤون الطلاب او نعينه في اداره اخرى. فلما كلمني قلت شؤون الطلاب شؤون الطلاب شؤون الطلاب على طول وافقت. جات على الطلب. كانت من اجمل ايامي والله العظيم. كنت اروح 6 الفجر شؤون الطلاب ودام الى العشاء. اعشق الطلاب، سكنهم، محاضراتهم، أنشطتهم، رحلاتهم، مشاكلهم. أحاول أن أساعده بكل ما أستطيع من قوة. فكانت فترة جدا جميلة. وزي ما قلت أنا يعني كنت أحب الطلاب، وكنت النظام بكوم والحالات العاطفية الاجتماعية بكوم. لما يجيني طالب واقتنع أنه مشكلته اجتماعية لازم أتدخل حتى لو عكس نظام الجامعة. إلين وصلت إلى مرحلة من ما استطعت أحقق ما أصبوا في لهم الطلاب. كنت أحبهم بس كنت أقول لا 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 النظام يقول لا النظام. إلين طبعا يمكن اللي تابع عبيد العبدلي يعرف قصص كثيرة من الطلاب. صحيح. بس كانت يعني وأتذكرها بكل حب والله العظيم. شوف أنا أشياء ما أنساها. تعامل مع طلاب الجامعة كنت يعني هذا بالنسبة لي ملف حساس وعاطفي جدا. والابتعاث لما رحت كان يعني ملف يعني مؤثر في حياتي. فهذه قصتي مع الطلاب. صحيح. هذا شيء اصلا لمسناه. يعني احنا كوني طالب شخصيا في الجامعة لمست بعض الطلاب اللي لهم معارف، لهم اصدقاء، ويعرفون الدكتور عبيد. وهذا شيء يعني ملموس الكل والله العظيم يتكلم عن الدكتور عبيد، ويا ليت الدكتور عبيد باقي موجود، يا ليت الدكتور عبيد باقي موجود. لا شوف يعني أنا لا أقلل، اليوم موجودين دكاترة رائعين جدا في الجامعة، بس أنا كنت أخذ أكثر من يعني أحب هذا شغف. أنا الطالب هذا لما أشوفه أعتبره يعني
مشروع استثماري رائع جدا، لا بد ان اتعامل معه كمشروع استثماري. لان اليوم يا سيف والله ما اروح مكان في الرياض ولا في اي مكان الا القى طالب من طلابي، ولا واحد هذا ولده ولد ابوه كان يدرس عندي في الجامعه. لا تتخيل اللي لما رحت من جامعه البترول الى الرياض وكنت ابغى ابني بيتي، بنيت بيتي طلع جاري من طلابي ما شاء الله. تخيل لو كنت انا سيء مع جاري مع ذاك الطالب اليوم جاري واولاد اصحاب اولادي. ف ما شاء الله، فهذه هذه الحياه من الايجابيات التدريس وسلك مجال التدريس. طيب ما لاحظت دكتورنا قاعدين نتدرج شوي شوي في المناصب ابتداء من الجامعه وابتداء وصلنا لوكيل شؤون الطلاب في الجامعه، الان راح نطلع شوي لمنصب اعلى. لا بس خلني قبل لا نطلع من جامعة البترول، أنا محور جامعة البترول جميل وكل شيء اشتغلته جميل. بس مرة أنا ولدي سعد راكبين سيارتي رايحين في شارع من شوارع الرياض الكبيرة، فسير كذا طلعت سيارة لمحت سيارة وشفت شعار جامعة البترول في الرياض، والحق السيارة وحدهم على جنب أضرب لهم بواري لين وقفوا، وشفت شعار جامعة البترول. فالحنين رجع، فوقفتهم قلت تفضلوا معي تعشوا. طالع واحد فتح الشباك قال عبيد العبدلي، قلت نعم عبيد العبدلي. فالحب للجامعة كبير جدا. هذه بس قبل ما نطلع للسؤال الثاني. بنتوجه خارج الآن نطاق الجامعة وبنطلع لشيء أكبر من الجامعة، نتكلم عن مجلس الشورى. صحيح. قصة التحاقك بمجلس الشورى، تجربة وجودك في مجلس الشورى، كيف كانت التجربة ابتداء من التحاقك بالمجلس إلى انتهاء هذه القصة؟ كنت راكب سيارتي مع ولدي سعد وجهني مكالمة رقم تلفون ثابت 0113 من اللي أحبه في شرقية. فوالله قلت هذه أكيد جامعة البترول ولا صديق. رفعت السماعة طلع الديوان الملكي. إيه. عبيد العبدلي نعم. قال لي معك بيتكلم معك معالي رئيس الديوان خالد العيسى. وقفت على جنب. على طول. على طول بدون أي تفكير طبعا الديوان. نعم. مرحبا معاليكم أهل عبيد، سأل قال طويل العمر اختارك عضو مجلس الشورى. لا ذيك اللحظة عرفت إن كل جهودي اللي بذلتها بدون ما كنت أتوقع مقابل إنها تتحقق باختيار ولي الأمر الملك سلمان الله يحفظه لعضو في مجلس الشورى. كانت مسؤولية جدا كبيرة. صحيح. يعني كانت ثقة كبيرة جدا فوق كل مال فوق كل اعتبار. أكيد أكيد. قلت أنا خادم الوطني وقيادة وطني فوق كل أرض وتحت كل سماء، أنا موافق. يوم الجمعة تم تعييني عضو مجلس الشورى، رحنا سلمنا على الملك أدينا القسم. فكانت 4 سنوات حقيقة في مجلس الشورى من أروع ما يمكن. مثلت الوطن في آسيا في البرلمان الآسيوي، ما شاء الله. دخلنا في أنظمة كثيرة في خدمات كثيرة، تواصلنا مع المجتمع. فأعتقد كانت من أروع التجارب اللي أنا مريت فيها. جميل. كنت تخدم الناس في جامعة البترول وبدأت تخدم الناس على مستوى وطني، على مستوى وطني. هذه يعني كانت نقلة نوعية في حياتي. جميل جميل. طيب هذا السؤال يجي مترتب على أسئلتنا السابقة، كيف استطاع الدكتور عبيد أنه ينظم وقته ما بين عضو مجلس شورى ووكيل شؤون الطلاب وأستاذ في الجامعة ورئيس تنفيذي لشركة مزيج؟ كيف استطعت انه تنظم وقتك بحيث انك تعطي كل جانب من هذه الجوانب حقه؟ سيف لما عندك 24 ساعة في اليوم مستحيل اذا دخلت في التفاصيل ستغرق في كل المهام اللي ما يفترض انك تقوم فيها. حدد اولوياتك، بسط الامور باقل ما يمكن، لا تقضي اوقات في شغلات قد لا تكون مهمة. رتب أولوياتك، حط الأولى ثم الأولى قم فيها. ما عندي مشكلة، أنا ما أعتقد الواحد اللي بيجلس يداوم لثمانية تسعة في الليل وأوراق ترى ما هو منجز. المنجز هو الذي يستطيع أن ينجز بأقل وقت ممكن. جميل. استغراق في اليوم اجتماعاتنا يجلس ساعة
ونتكلم في أمور مكررة، لا عطر ربع ساعة ومش يعني أحدد. فإذا أنت القائد تستطيع أن توجه الفريق اللي معك للإنجاز، فوض من صلاحياتك. يعني اليوم يمكن عيب من عيوب بعض القادة عندنا أنه يخش في التفاصيل، أنت لك في النتائج كرئيس وليس لك في التفاصيل. أنا لي أني أوصل من الخبر للدمام خلال ربع ساعة، ما يدخل كم سيارة بعديها ولا كم سيارة إشارة بوقفها، فعندي المرحلة النهائية أني أقوم فيها. فأعتقد أول شيء ترتيب الأولويات، البركة، عدم تعقيد الأمور. يمكن الموضوع تحله في ساعة انتهى، وممكن تعقده ويجلس سنة مع الحد. فأعتقد البركة صحيح، واختيار الفريق الجيد اللي تعتمد عليه. لما تجيب ناس فريق جيد أكيد وتوظفهم، عطهم الثقة ليقوموا بالأعمال اللي جبتوا فيهم. جميل جدا. طيب خلينا ننتقل إلى جانبنا الثاني، الجانب المهني، وودنا نعرف أول شيء التسويق. التسويق دائما نسمع، فكرتك تبغى تسأل نادي الاتحاد وهذا. التسويق مصطلح نسمعه دائما صحيح كطلاب، ونسمع دائما الناس تتكلم عن التسويق، الماركتينج، التسويق التسويق، وكل شخص يجيك ويعطيك تعريف للتسويق، كل من له مرئياته في التسويق، كل من له تعريفه للتسويق. نبغى نعرف من الدكتور عبيد ما هو التسويق، وش هو التسويق؟ ببساطة هو قيمة مضافة تقدمها الشركة لمستهلك يحتاج هذا المنتج، تحقيق المنفعة بين مستهلك وشركة بربح. جميل. بربح للطرفين، سواء جميل. ربح مادي أو ربح غير يعني معنوي. جميل. اليوم لما نتكلم عن التسويق نتكلم على أربع أشياء بسيطة. منتج. جميل. يجب أن يحقق رغبة أو حاجة لدى مستهلك. جميل. ويكون له يعني اسم، ويكون له علامة تجارية، ويكون له لون، ويكون له شيء. وسعر لهذا المنتج، لابد أن يكون أي منتج سواء خدمة أو منتج يكون له سعر يدفعه يعني المستهلك. وموقع يتواجد في هذا المنتج، عشان المستهلك لما يحتاج سواء موقع افتراضي اليوم ولا موقع في الزكاة الموجود على الشارع ولا موجود في محل. وترويج، كيف أني أستطيع أخبر الناس أن هذا المنتج الموجود. فقط هذا ببساطة هو التسويق. نحتاجه تسويق لنا أشخاص، لك سيف لبرنامجك تحتاج تسويق، نحتاجه في تسويق المدن، الخبر نبغاها مدينة عالمية، كيف أستطيع أن أطبق أساسيات التسويق لوصول بالخبر إلى أن تكون مدينة عالمية. أحتاجه تسويق الدول، كيف أني أستطيع أستخدم التسويق اليوم لتسويق المملكة العربية السعودية في العالم. وأحتاجه في تسويق الأفكار. اليوم حزام الأمان هو تسويق فكرة، لابد يعني أقنع الناس ووعيهم أنهم يلبسون حزام الأمان. فهذا هو التسويق ببساطة. ببساطة. طيب اليوم يعقدون بعض الناس يلخبطون بينه وبين الإعلان، بينه وبين البيع. التسويق ببساطة، عندي منتج وعندي شركة وعندي مستهلك، كيف أربط هؤلاء الثلاثة الكيانات مع بعض لتقديم منفعة أو قيمة مضافة لكل منهم. جميل. طيب كيف دكتور عبيد ترد على مقولة أن التسويق مهارة وليس بعلم؟ يقول لك أن الشخص اللي يمتلك مهارة التسويق هو في غير حاجة لدراسة، أو أن التسويق بحد ذاته ليس بعلم، هو عبارة عن مهارة. هو التسويق علم وفن، بس العلم والفن ليس كافي لما ما يكون عندي مهارة للتواصل. جميل. عندي مهارة للإقناع، عندي مهارة في التخاطب، عندي مهارة في أي شيء كثيرة. اليوم لا يمكن يا سيف أنك تقبل منتج من واحد ما يعرف يتكلم لك بمميزات المنتج ولا يعرف إقناعك. بس اليوم إحنا بنروح للأسواق نلقى واحد بايع من بايعين نرتاح له، لأنه بشوش، لأنه عنده مهارة التواصل، عنده اتصال جيد. وفي واحد بياع أو بايع آخر، إذا بسطنا التسويق، وعنده بايع آخر ما يتكلم معك ولا يعطيك فجأة، تشتري من مين؟ تشتري من الشخص. صحيح. حتى لو هذاك مع الدكتوراه في التسويق لا يمكن يسوق. صحيح. فاليوم المهارة مع العلم مع الفن، المزيج هذا بيخليك يعني يا مسوق ناجح يا مسوق لا قدر الله فاشل. جميل جميل. طيب طالب التسويق دكتور عبيد، إيش هي أهم النصائح اللي تقدر تقدمها لطالب التسويق؟ أول شيء طالب التسويق لابد أن يقتنع أن تخصصه تخصص مناسب له. جميل. لما يتخرج من التسويق وهو يقتنع، ما هو مقتنع أن هذا التخصص خطأ، يا دخل بالخطأ يعني مجبور عليه، لا يمكن أن ينجح في حياته. هذا واحد. جميل. اثنين، العمل الميداني خلال الدراسة. اليوم كل مادة تدرسها يا سيف أو طالب تسويق
اذهب للسوق وطالع كيف تطبق التسويق على هذه المنتجات اللي في الأسواق. تعلم من السوق. المعرفة، كل ما كان عندك معرفة كل ما كنت أفضل من غيرك في المدرب. والمقارنات، اليوم أنا بشوف بقرأ، يعني بحضر مؤتمرات، بحضر لقاءات، بشوف عيني بتكون مفتوحة، أذاني بتكون مفتوحة، بشوف كل جديد. القراءة 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 أو السمع، اليوم إحنا شبابنا يمكن يحبوا يسمعوا، اليوم قنوات اليوتيوب مليانة، القصص مليانة، البودكاستات زي بودكاست حقكم مليان. ففي اليوم فرصة كبيرة، اليوم شبابنا أنا أغبطهم، اليوم شبابنا شباب الرؤية، شباب 20-30 كل شيء متاح لهم. ترى اليوم تستطيع أن تتواصل مع أكبر بروفيسور في العالم من خلال إيميل وبيرد عليك. صحيح. حتى لو ما رد عليك اليوم بيرد عليك بكرة. صحيح. اليوم تقابلوا يا شبابنا شباتنا، نصيحة لكم مع المختصين في هذا المجال. والله أنا عبيد العبدري أني أسعد شخص لما تجيني رسالة من طالب ولا طالبة تسويق في المملكة العربية السعودية ولا حتى برا، يقول إيش رأيك في الموضوع الفلاني، أساعدهم كل ما أستطيع. اللي إذا أرسلوا لي الواجب قال حلو، قلت لا حل أنت وارسلوا لي عشان أساعدك، لأني بعض الأوقات أعرف أن هذا سؤال واجب. طيب دكتور عبيد، في نقاط معينة ممكن إذا ركز عليها طالب التسويق يتميز في سوق الماركتينج عن غيره؟ صح. المرونة. كن مرن. اليوم كمسوق أو خريج تسويق بتطالب من شركات بتغيير أشياء كثيرة، لابد أن تكون عندك المرونة اللازمة للتجاوب مع رغبات وحاجيات العميل. واحد، الاطلاع 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 الاطلاع. أنت تتعلم من منافسك أكثر مما تتعلم حتى من شركتك، فدائما اطلع شوف المنافسين إيش يسوون. اللغة الإنجليزية، يعني أعتقد يا سيف عشان تبرز اليوم في المنافسة العالمية، أنت ما تنافس خريجين جامعتك ولا خريج الجامعات، أنت بتنافس المبتعثين العائدين، بتنافس الأخوان المقيمين الأجانب اللي بيجون. اليوم الدولة متوجهة للتسويق كثير، رؤية 20-30 فيها فيها برامج تسويقية كبيرة جدا. كل مشاريعنا اليوم القدية ونيوم وضلاينز والدرعية وغيرها يحتاجون شبابنا وشاباتنا في التسويق. اليوم ما في شركة، اليوم الحكومة بتنفق في التسويق أكثر مما ينفقوا القطاع الخاص. صحيح. فيجب أن يكون عندك اللغة الإنجليزية عشان عندك مهارات التواصل، مهارات العرض البرزنتيشن، حسن المنطق، حسن اللبس، حسن المضى. اليوم احنا بنحكم على الناس، الناس باشكالهم. صحيح. اليوم لما يجيني طالب ولا طالبة ولا شيء، اول 30 ثانية بكون عنه انطباع سواء جيد او سيء. اذا كونت انطباع جيد الامور بتمشي زين، اذا كونت انا انطباع سيء يبغالي وقت عشان اغير هذا الانطباع. فاعتقد عليهم الاهتمام بكل اللي قلته، والاطلاع الاطلاع والشغف. إذا ما عندك شغف اليوم، أنا ليش بجيب فلان أوظفه وفلان لا، لأن هذا شفته عنده شغف في المقابلة الشخصية. جميل. طيب دكتور، كيف يسوق طالب التسويق لنفسه عند الشركات؟ جميل. أو إيش الطريقة الصحيحة؟ اليوم تسويق الذات علم كبير جدا في علم التسويق. تسويق الذات، كيف أسوق لنفسي؟ أنا منتج، أنا اليوم إذا آمنت أني أنا منتج كيف أسوقه للناس وأبيعه في المهني؟ اليوم لابد أن أعرف واحد رقم واحد قبل ما أسوق نفسي، لمن أريد أن أسوق نفسي. جميل. هل أريد أسوق نفسي للزواج؟ هذا تسويق. صحيح. هل أريد أن أسوق نفسي للوظيفة؟ هذا لها يعني طريقة. هل أريد أن يعني أسوق نفسي للمجتمع، لعائلتي؟ فأول شيء أعرف من هو جمهورك المستهدف. إذا عرفت جمهورك المستهدف، إذا نعرف قواك، إيش القوة اللي عندك، إيش يميزني عن غيري. اليوم لما تحط اللي دائما نقوله SWOT analysis، القوة الضعف الفرص التهديدات حقتك، بس تكون صادق. اختبر نفسك مع زملائك. اليوم يا سيف لما يدق عليك عبيد، ترد عليه على طول ولا ما ترد عليه على طول؟ إذا ما رديت عليها على طول معناه أنه ما سوقت نفسي لنفسي، أني بلشة وأني ما يبغاني. وحنا نجرب اليوم عندنا في جوالاتنا، فلان بيدق عليك على طول تتشوق أنك ترد عليه، وفلان ما هو رد عليك ما تحبه. صحيح. سمعتك أو التسويق الجيد هو سمعتك. لما تترك المكان وتروح يقول لك والله يا أخي سيف هذا رجال، هذا سيف ممتاز،
ولا يقول لك يا أخي الحمد لله أنه راح. فهذا هذا جاء التسويق. فأقول لك اعرف جمهورك المستهدف، اعرف قوتك، الوسيلة المناسبة لتسويق نفسك. يعني اليوم في وسائل كثيرة، اليوم احنا عندنا وسائل كثيرة. اليوم أنا أقول لشبابنا وشاباتنا من هذا المنبر ودائما أقولها، اكتب سيرتك الذاتية من أولى جامعة، ليس الثانوي، أولى جامعة. وما تكتبه اليوم سيرتك الذاتية هو ما تكتبه أنت في وسائل التواصل الاجتماعي. جميل. ما تقول أنا أولى جامعة بكتب أي اللي شيء تبغى، تبقى حتى لو مسحتها هتبقى في الأرشيف، الناس يرجعوا لها يوم من الأيام يقول لك سيف كتب في اليوم الفلاني. صحيح السيف كان عمره 18 سنة. لا 18 سنة بس هذه تعبر عن الرؤية، تعبر عن الفكر، عن السيف، عن شخصية. نعم. عن شخصيتك. فاليوم في علم كبير هو تحليل البيانات. صحيح. اليوم بأخذ حسابات عبيد العبدلي لمدة 10 سنوات وبشوف توجه عبيد العبدلي إيش التوجه. اليوم شركات لما توظفك ترى بيروحوا بيسألوك عن حساباتك في تويتر. اكتب حسابك في تويتر باسمك، لا تقول لي والله الأرنب الجايع ولا الأرنب مدري إيش العصفور الحزين، لا 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 لا. إيميلاتك اكتبها صح، لأنه هذه كلها اللي نسميها السمعة الإلكترونية، سمعتك الإلكترونية ما تكتبه في وسائل التواصل الاجتماعي. فأنصح بناتنا وأولادنا انتبهوا لما تكتبون. اليوم الوسائل رائعة جدا، يعني فوائدها أكثر من عيوبها. عندك سناب شات طريقة جميلة جدا. جميل. لأول شيء لبناء سيرة ذاتية جيدة، للاستفادة المالية، لنشر الثقافة، وعندك انستغرام، عندك تويتر، عندك التيك توك، عندك أشياء كثيرة. صحيح. ما يدري يمكن بعد 5 سنوات تبقى هذه من الماضي يبقى شيء جديد. صحيح. فتابعوا التقنية شبابنا اليوم اللي ما يتابع التقنية، أعتقد اليوم حتى يمكن تخصص الاي تي بالطريقة اللي احنا نعرفها يمكن ما نحتاجه، لأنه كل واحد بالفطرة هو تقني. اليوم بنتعامل مع التقنية بكل أريحية، أولادنا الصغار بيعرفوا التقنية. فالمجال واسع، السوق مفتوح، البلد يحتاج كل شاب وشابة جهد. لا تستصغر نفسك، يعني ترى حتى لو أنك أنت في أولى جامعة ترى لك تأثير. التأثير هذا يمكن يكون بسيط بس يوم من الأيام بيكون هذا التأثير كبير. فلا لا تقلل من نفسك ولا قدراتك. اليوم أي محاضرة في الجامعة خارج محاضرات الرسمية احضرها، وثق علاقتك بالدكاترة لأنك تحتاجهم يوم من الأيام. أنا إلى قريب كان بيكلموني يقول لك الطالب فلان كان يدرس عندك والآن يبغى وظيفة، إيش رأيك فيه؟ لو ما كنت أعرفه هو أنا في الجامعة أقول ما أعرفه. صحيح. بس وثق علاقتك مع الدكاترة، لا تزعل. هذا واحد على الدكاترة، حط هذا في مقام والدك لأنه بيعلمك ومهتم فيك. لا تسمع كلام الآخرين المحبط عن طول دكاترة الجامعة، لا تأخذ المادة الفلانية ترى هذا الدكتور معقد، ما تدري، لأن كل طالب له ظروفه الخاصة. صحيح. فهذه اللي أنا أحب جامعتكم، يعني دائما أقول لك افتخروا بجامعتكم. اليوم ليش طلاب جامعة بترول يفتخروا بجامعتهم؟ لأن جامعتهم يعني جزء منهم. الجامعات الأخرى يجب أن أفتخر بجامعتي. حتى لا يوجد جامعة جيدة أو جامعة سيئة، كل جيد، ولكن يوجد طالب جيد ويوجد طالب غير جيد. الطالب الجيد الذي هو يعزز من مكانة جامعته ومن محبة جامعته وعلاقاته مع الطلاب، علاقته مع رئيس الجامعة، الأندية الطلابية، من المجتمع، مع أشياء كثيرة. فتمنى لكم والله كل توفيق في هذه الناحية. دكتور عبيد، هل ترى أن الموظف الأفضل للموظف مصلحته أنه يغير مكان عمله، بيئة العمل يغيرها، يعني يتنقل من شركة إلى شركة؟ لأن في وجهات نظر مختلفة. ممكن يقول لك البعض تكتسب علاقات عامة الأفضل لك أنك تغير، والبعض يقول لك لا، تحتاج نوع من الاستقرار. فوش تشوف دكتور عبيد الأفضل للموظف؟ يعتمد سيف على كل زمان ومكان. اليوم أيامنا كان الأفضل للشاب أن يبقى أقل شيء 5 سنوات في مكان معين، بعد ذلك أنه يترقى في الشركة لمكان أعلى، يا يعني أنه ينتقل لشركة أخرى وبيئة عمل أخرى. من خبرة اليوم وشوف كثير الشباب، لا، بدأ الانتقال أقل من 2 سنين أنه يترقلوا أو 3 سنوات. علماء الإدارة وخبراء لإدارة الموارد البشرية يقول هذا شيء طبيعي. اليوم خصوصا الفرص اليوم واجد ومتوفرة. صحيح. صحيح. قد تتوفر بعد كم سنة. فاليوم أنا اشتغلت 2 سنين، بس أنا نظرة وجهة نظري الشخصية أقل شيء ممكن، أقل فترة ممكنة ممكن تبقى في الشركة 2 سنين على الأقل،
في السي في حقتك ما يشوفونك رجال. انا مثلا اليوم بطالع في سيارة ذاتية بس انا لاني انا من المدرسة القديمة رئيس تنفيذ الشركة بتجيني سيرة الذاتية اشوف هنا جالس سنة هنا جالس 9 شهور هنا سنة ونص. لا هذا بكرة بجلس عندي سنة ويمشي. شخص غير جادي. غير جادي او انه متنكل. صحيح. لا بغض النظر عن اي سبب. لا انا اعتقد انه الفترة الزمنية المعقولة لاي شخص ينتقل من مكان لمكان 3 سنوات. حتى جميل. لو جاتك يعني اليوم لو نقلت من شركة جلست فيها سنة وجاك عرض مالي أكبر أنا أرى أنك تبقى في شركتك لين تكمل 3 سنوات. ولكن أشوف شبابنا بسنة وينتقل ويروح مكان آخر وينتقل. بس هذا في المدى البعيد حيضر في سيرة الذاتية. احرص على كتابة سيرة الذاتية وأنصحك دائما أي طالب يأخذ له واحد يكون مرشد له يعني أستاذ في الجامعة يا زميل كبير إنه يقول يا جماعة أرشدني في خطواتي في الجامعة. لما يتوظف كمان يجيب الواحد مرشد أنا بنتقل لمكان فلان. ودائما دائما أنصح طلابي وطالباتي إنه لما يجيك عمل اليوم تتخرج من الجامعة يجب إن 3 سنوات بعد الجامعة بعد خذك شهادة الجامعية بعد 3 سنوات إنك تبحث عن الشركات اللي تعطيك تدريب أكثر مما تعطيك مال. اليوم لما تخرج من جامعة البترول هندسة كيميائية ولا يكون وتجيك شركة يعطونك 20,000 ريال مثلا وتجيك شركة يعطونك 15,000 ريال 5,000 ريال فرق. بس تعرف ان الشركة ب 15,000 ريال عندها تدريب في الميدان وفي المصانع وذا هذه بتكون لك تجربة كبيرة جدا تجلس معهم 3 سنوات وتروح تأخذ ان شاء الله 40,000 ريال زيادة. فبحث عن الشركات تعطيك تدريب وليست فقط الشركات ولا تبحث عن المال او الراتب العالي. جميل. طيب دكتور نبغى تقييمك لسوق الماركتينج خلنا نقول في المملكة. كيف تقييمك لسوق الماركتينج في المملكة العربية السعودية؟ جميل سؤال بس خليني أرجع بك شوي إلى التسعينات. جميل. أنا تخرجت 90 89 آخر 98 معي ماجستير في الإعلان وكنت أتوقع أني باصل لمملكة العربية السعودية وبيسكرون عند بوابة الطيارة بالريد كاربت وبيعطوني وظائف 59 أظن 50 شركة يا الله لقيت في رقم 50. فكان سمعة التسويق في ذاك الزمن ما نحتاجه لأني أنا كل شيء بنتجه ببيعه فالتسويق ما نحتاجه. اليوم لا تغير التسويق. اليوم أنا أعتقد أن في المملكة العربية السعودية أنا أعيش العصر الذهبي للتسويق. جميل. يعني من متى سيف نرى شخصية ولي العهد زي الأمير محمد بن سلمان الله حفظه بيعلن هو شخصيا عن المشاريع الكبرى مشاريع ذا لاين مشاريع القدية مشاريع نيوم سموه الأمير محمد هو اللي بيعلن وهذا أكبر تسويق وأكبر إيمان بالتسويق في المملكة السعودية. فالتسويق اليوم لا صحيح اليوم لما يطلع وزير الإعلام الدكتور ماجد القصبي ويقول إحنا ما كان عندنا ما عندنا باد بزنس عندنا باد ماركتينج ما عندنا تسويق أعمار سيء عندنا تسويق سيء فهو يؤمن إيمان تام أن التسويق مهم جدا هذا البلد. لما يجي معالي المستشار تركي آل الشيخ ويتكلم على موسم الرياض هو بنفسه اليوم التسويق بدأ يأخذ الوضع كبير جدا. اليوم نعيش اليوم عندي 3 جمعيات للتسويق جمعية التسويق جمعية السلع التسويقية جمعية التسويق الرياضي اليوم أنشئ قريب هيئة التسويق السعودي. اليوم نعيش فترة ذهبية كبرى للتسويق. اليوم سوقنا بدأ يعطيك حقوقك كمستهلك. اليوم بدأت الشركات تصرف وتستثمر فيها في الإعلام في التسويق. فأعتقد أن اليوم شغالين زين. اليوم إحنا طلعنا من سوق البايع متوجهين لسوق المشتري. واليوم الحكومة نفسها تغيرت العقلية الحكومية. اليوم بنشوف وزارة العدل بنشوف وزارة التجارة بنشوف وزارة البلديات وزارة الداخلية بيعطون حقيقة للتسويق أهميته. اليوم بيعينون مدراء تسويق في الوزارات الحكومية. من متى والحكومة يعني العقلية الحكومية تؤمن بالتسويق؟ اليوم العقلية الحكومية تؤمن بالتسويق وتسويق جميل جدا. أعتقد أنه اليوم استقبلنا جدا باهر شبابنا شاباتنا. اليوم نحتاج تسويق السعودية استثماريا سياحيا اجتماعيا ثقافيا نحتاج شباب وشابات التسويق. طيب كيف ترى المستقبل مستقبل التسويق في المملكة دكتور؟ أعتقد أنه بيكون مستقبل باهر وظائف رائعة جدا سواء
بتتوظف كخريج تسويق او بتبدا يعني باجنسيز ولا بتبدا بمشروعك. انا اعتقد انه مستقبل التسويق بيكون ان شاء الله مستقبل جدا جميل ومتفائل له، لاني انا متابع التسويق في السعوديه من التسعينات الى اليوم. انا اليوم كل سنه عن سنه بزداد قناعه انه مستقبل التسويق بيكون ان شاء الله جميل جدا. الدول تحتاج تسويق، المدن تحتاج تسويق، المجتمعات تحتاج تسويق، احنا نحتاج تسويق كبشر، نحتاج نبدا نسوق للتسويق عندنا في المملكه. طيب سؤالي الاخير دكتور عبيد، احديه دكتور عبيد العبدلي، احديه العبدلي هذه منتج قريب جدا الى قلبي. اليوم ابشرك لنا 31 سنه ما شاء الله تبارك الله. تقريبا كل اسبوع الا الاجازات ما في يكون عندي لقاء في بيتي في الرياض. استقبلنا امراء ومعالي وزراء ورؤساء تنفيذيين ورجال اعمال وشباب رائعين جدا. فاعتقد انا سعيد جدا لحديث العبدلي وصلت الى ما وصلت له. صدفنا الى الان 200 شخصيه ما شاء الله، وان شاء الله المستقبل جميل. اكثر واكثر. واسعد دائما لما اشوف شبابنا موجودين في هذه الاحديه. وميزه ونجاح الاحديه بفضل الله ببساطتها، ما عندنا فيها اي تكاليف. ياتي وزير ولا ياتي مسؤول، قهوته امامه وتمره امامه ويخدم نفسه بنفسه. الشباب يخدمون نفسه بنفسهم. فهذه هي احديه العبدلي الرائعه، واتمنى ان شاء الله انها تستمر. دكتور عبيد، انا الان انتهت اسئلتي وأترك لك المجال في حالة أنك حاب تضيف كلمة أو شيء في خاطرك يعني يجول. شاكر ومقدر سيف، يعني حقيقة مثل برامجكم هي اللي تعطي الأمل أن عندنا شباب وشابات رائعين. اليوم أنت بتسجل حلقة ساعة مع عبيد العبدلي وبتنتشر إن شاء الله وبيستفيد منها إن شاء الله أشخاص كثير. لعل كلمة من الكلمات اللي قلتها تنير طريق شاب أو شابة على مفترق طرق، تنير له يعني مستقبله. لعل واحد شاب أو شابة حائرين الآن في التخصص كيف أستختار تخصصي، قد إن شاء الله تفيدهم. اليوم إحنا نعيش في وطن، وأنا دائما أقوله وطن يتجدد. اليوم أشياء كثيرة في البلد الحمد لله تطور إلى الأفضل والأحسن. كنا ممتازين، اليوم إحنا إن شاء الله أكثر تميزا في شبابنا وشاباتنا. اليوم أنا بشوف شبابنا وشاباتنا في كل مكان. اليوم أنا بروح المحلات المولات، بروح للشركات، بشوف هذا الشاب الرائع، هذه الشابة الرائعة، مع بعض جميلين جدا. يعني اليوم أنا والله منبهر، يعني لسه منبهر لأني متوقع، بس لما أروح أشوف شاب وشابة يقودون شركة ولا يقودون إدارة تسويق ولا يدورون هندسة ولا مصنع، يا أخي هذا الشباب اللي رائعين اللي نبغاهم. اليوم لما أنا بتابع بالتلفزيون في السودي آيديالز أيضاً بشوف المهارات وهالمواهب الموجودة الشباب وشابات، وين كنا؟ اليوم الحمد لله اليوم شبابنا وشاباتنا في كل مكان. أنا والله العظيم لما أشوف واحد في الطائرة ولا بنت في الطائرة ولا ولد في الطائرة ومبدع في مجال معين ولا في تصميم معين ولا في صورة معينة ولا في موسيقى معينة ولا في أي تخصص معين، كل هذا هم شبابنا، هذا هم اللي أنا فاخر فيهم. اليوم على أساس الأمم تتطور نحتاج شباب وشباتنا. اليوم الدولة بتعثتنا، الدولة درست طلابنا في جامعات وفتحت يعني أماكن كثيرة شركات. اليوم هذول هم الشباب السعودي. اليوم الشباب الوطن يتجدد بشبابه وشاباته. فهذه خلاصة يعني أقول شكرا لكم أنكم أعطتوني الفرصة، رجعتوني للخبر، رجعتوني لجامعة البترول، رجعتوني للذكريات الحلوة. فبارك الله فيك سيد. شكرا لك دكتور عبيد على تلبيتك للدعوة، شرفتنا ونورتنا وأثريتنا وأمتعتنا، وبإذن الله نراك في أكثر من لقاء قادم بإذن الله. وأنتم إن شاء الله. الله يعطيك العافية. إن جيت الرياض خلينا نتشرف شوفتكم في حديث العبد. بإذن الله.